بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. عندما كانت القبلة باتجاه بيت المقدس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة وهو في المدينة المنورة بأن يتجه إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، فأصبحت قبلة المسلمين، وكان الإسلام عندها في انتشار حتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وجاء أهل اليمن مسلمين. بعدها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم معلمين يعلمونهم الدين، فأرسل علي بن أبي طالب إلى همدان، وأرسل معاذ بن جبل إلى الجنب، وأرسل إلى صنعاء رسلا، كان من بينهم وبر بن يحنس الخزاعي الذي أرسله واليا عليها حيث أمره أن يبني لهم مسجدا بأوصاف حددها له. روى الطبراني في المعجم الأوسط فقال: قال وبر بن يحنس الخزاعي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين. وقال الحافظ الرازي في كتابه تاريخ صنعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وبر بن يحنس الأنصاري حين أرسله إلى صنعاء واليا عليها فقال: أدعهم إلى الإيمان، فإن أطاعوا لك به فاشرع الصلاة، فإذا أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان، واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين. وقال الرازي: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وبر يبني حائط باذان مسجدا ويجعله من الصخرة إلى موضع جدره ويستقبل بقبلته ضينا. Lift off of the Space Shuttle Columbia, catapulting scientific knowledge through microgravity research. وجاءت الصواريخ بعيدة المدى تحمل الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه صنعاء كما صورتها الأقمار الصناعية، وهذا الجامع الكبير حيث يوجد في مؤخرته مسجد صنعاء الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه، وهو الآن محدود بالصخرة الململمة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو مسجد صنعاء الآن، وهو المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه. هذه دعامة المسمورة التي حافظ عليها اليمنيون التي تحد المسجد. وتقابلها دعامة أخرى هي المنقورة تحده من الجانب الآخر. هذه قبلة مسجد صنعاء من الداخل التي ما بين المسمورة والمنقورة، وهذه القبلة من الخارج.
وهذا المسجد بين المنارتين، وهذه صنعاء وفي وسطها الجامع الكبير. فلنتجه الآن إلى الجبل الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابية وابر بن يوحنس أن يجعل قبلة المسجد إلى جبل ضين، وأن يبني المسجد على يمين جبل ضين. هذه قمة جبل ضين، وفيها معسكر صغير مع محطة للتقوية التلفزيونية، وقمته كما تبينها الأقمار الصناعية. وهذه صورة أفقية لجبل ضين والخط الواصل بين صنعاء ومحافظة عمران. جبل ضين من زاوية أخرى، وهذه محطة التقوية التلفزيونية في قمة الجبل. قمة جبل ضين من أعلى بالأقمار الصناعية. فلنعد إذن إلى صنعاء لنبدأ من المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه. هذا الجامع الكبير، وفي مؤخرته المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه. هذا والخط ينطلق من قبلة مسجد صنعاء. اتجه نحو قمة جبل ضين، فإلى قمة جبل ضين نمضي مع هذا الخط. ها هو ذا جبل ضين، وها هو الخط يمر بقمة الجبل ويمر في المعسكر. ويتجه شمالا إلى الشمال الغربي ليخرج من الحدود اليمنية. هذه مكة وهذا الحرم. أشهد أن محمد رسول الله. وهذه الكعبة، وهذا الخط يصل إلى وسط الكعبة. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. خط مستقيم من وسط الكعبة إلى قمة جبل ضين. قمة جبل ضين كبير، إلى مسجد صنعاء، إلى القبلة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصلي في المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه في صنعاء يتجه نحو قمة جبل ضين في خط مستقيم ليمتد حتى يصل إلى وسط الكعبة.